السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل بعد ما قطعنا الكرنبة وسلقناها للتفريز، مسكنا الورق بتاعها ده، هنقطعه كله، هنقطعه كل العروش اللي عندك هتقطعيها كلها كده، هقطعها بالشكل ده تقطيع عشوائي كده صغير بجد، ولا احلى ولا اروع ولا اطعم من كده. هنقطعه ونشوف هنعمل ايه مع بعض، يبقى احلى شوية مخلل تاكلي منهم تاني يوم تالت يوم، بجد روعة روعة روعة. فدلوقتي هقطع العروش دي كلها عروق الكرنب، وهنخلل احلى شوية اللهم صل عليك يا نبي، شوية عرش الكرنب. ليه نرميه؟ بقى برضو حاجة مخللة وجميلة وتبقى حلوة قوي في البيت، خسارة طبعا. او هنخلله ونشوفه مع بعض، وان شاء الله لما اجيب القرنبيط هنبقى نخلله برضو مع بعض. احنا فرزنا القرنبيط وفرزنا كده الكرنب على القناة، اللي عايزه يجيبه على القناة الطريقة الصحيحة لتفريز الكرنب من غير ما تبقي متضايقة لما تعمليه ولا يشد ولا اي حاجة. هاتيه على القناة هتلاقيه، هنزله وهيبقى على القناة، اللي عايز يشوفه يا جماعة يشوف احلى تفريز كرنب غير الطرق التانية كلها خالص. فده العرش بتاعه، هنعمله بقى احلى مخلل، هقطعه وهنشوف هنعمل ايه. وقطعناه بالشكل الجميل ده، القمر ده قطعناه كله اهو، قطعنا العروق بتاعتها كلها. هنمسك بقى نحط عليها ايه، عندك قرن فلفل هتحطيه، عندك قرنين عايزة تقطعيهم اتنين هتقطعيه كده، ممكن انا اقطعه دلوقتي. عندك بنجر حطيه، عندك بنجر حطيه، حطي كمون، معلقة كمون كبيرة اهي بالشكل ده، معلقة سكر، معلقة سكر، معلقتين ملح اهو. وهنقلب بقى المكونات دي كلها كده، هنقلبها. عندك عايزه بقى تحطي ميه حطي، عايزه عندك ميه الليفت تحطيه فيها، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو حطيتي ميه الليفت فيها بقى، بجد روعه روعه روعه. هتقلبي كل الحاجات دي كده اهو، انا عندي ميه ليفت هحطه فيها وهنعبيه ونشوف. احلى شويه مخلل، احلى شويه مخلل كرنب تحفه بجد روعه. اهو دلوقتي انا هعبيهم في البرطمان اهو، هنعبي كده اهو بالشكل ده اهو، ولا احلى ولا اروع. هنعبيهم بقى اهو، بجد ريحته تحفه تحفه من الكمون. دلوقتي هنعبيهم وايه، وهنحط لهم ايه، ميه الليفت اللي عندنا اللي مليانه بنجر، يبقى لا احلى ولا اروع. وعبيناهم بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع. احنا متفقين ان احنا ما نرميش حاجه، ودي ميه ما شاء الله عليها، ميه الليفت اللي كانت عندنا اهي، ريحتها جميله اهي برضو. وانا حاطه برضو بنجر فيها اهو بالشكل ده، ولا احلى ولا اروع، حاجه كده جميله جميله جميله. هنعبيهم بقى نكملهم تاني ونشوفهم مع بعض. خلصوا بالشكل ده، ودي ميه الليفت اللي كانت عندنا، وغير الحبتين الليفت اللي احنا حطيناه فيه اهو، ولا احلى ولا اروع. احلى كرنب، احلى عرش كرنب بالشكل ده، بجد روعه روعه. هنغطيه ونقفله اهو، احلى عرش كرنب.
احلى عرش كرنب. شكرا. احلى عرش كرنب على القناة. وما يستوي هنفتح عليه ونوريه لكم. والبنجر فيه حاجة روعة روعة روعة. احلى عرش كرنب. احلى عرش كرنب بالبنجر والفلفل الحامي روعة. والكمون ومعلقة سكر ومعلقتين تلاتة ملح على قد ما الطعم يجي عندك. مية الليفت نحطها فيها زي ما انا حطيتها كده روعة. نقفل بقى يعني نفتح عليه بعد يومين. احلى عرش كرنب بالبنجر والفلفل روعة. والكمون معلقة السكر للقرمشة بجد روعة. على القناة يومين واستحي عليه تلاقي تحفة. وانا عاملة طريقته على القناة. احلى عرش كرنب بالفلفل والبنجر والكمون.